تنوعت دراسته بين الحقوق والاجتماع ودراسة الأديان. هو أحد المدافعين عن هوية المصريين وعن نسيجهم الواحد منذ آلاف السنين. قضايا الهوية والمواطنة وتجديد الفكر الديني كانت الشغل الشاغل للقس الدكتور إكرام لمعي، وكتب فيها كتابه الشهير المسيحيون بين الوطن والمقدس، الدور والمصير، ومن يحكم التاريخ. كما كانت قضية المرأة والكنيسة موضوعاً لكتابه المثير للجدل بعنوان المرأة مشكلة أم حل. وقام الدكتور إكرام لمعي بالتدريس لطلاب الأزهر، وله دراسات وآراء مهمة في مقالاته حول دور الأزهر والكنيسة في المجتمع، انطلاقاً من قاعدة أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.